على نظام المخابير، هذا مخدر مخابير في كل مكان، المخابير يهاجمون. اوه لو قلبي خربيك خلوه من الكلب لك اخوي تسوي بيه. حتى السجينة ما اريد، كل السجينة ما اريد والله، حتى السجينة ما اريد. شو تريد يا ولد شو تريد؟ انا قلت لك اخوي ايش تسوي بي؟ بعد تسوي حياتي يو ابو صالح. ما دكيت لك ولا ادك تكتب بط اصلاح. اين احنا ضيد اصلاح؟ شنو الاصلاح؟ برج الساعة جانب الغربي مركز الشرطة. اوكي يريدوني اصلح شيء الحين الاخر زماننا. اوكي من حسن الحظ انا وصلحت لكم الساعة عشان تطوني طوني او طريق خليني المصعد درج شنو خسران بس شغلات او بين جرس نطيح الجرس حيطين في الزمن. قطعت يعني انت خطا ادافور وقت يدين كبيرة مو قولوا علي يا مو مصلح ساعة هاي صلحت لكم بس هسه حديك بتفضحنا فضاحة. الحقيقة انت راح تكتب تقرير للي طاردنا هذا العملاق او سمع الصوت اكيد راح يجي طيح حظ حظنا صفتك انت غبي
كان يدري شنو راح. خاصة نفتحها اعطيني يلا يلا شنو فعل هاي على بطاقة فتح المرأة سيقولوا له روح للسجن. شابو 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 وشكرا. حاليا هدفنا حقق من المخابر مشاكلهم ما نواصلكم ما نقدر اصلا ندري شلون نكتلكم واحنا ما عندنا طلق. خلينا نحل اللغز مالنا. اول شي خلينا نخلي صالات هسه. اول شي يقلي عندك واير ازرق وعندك واير احمر، الهدف توصل للكهرباء للواير بنفسجي. شلون اوصل لك كهرباء الواير بنفسجي؟ صراحة ما اعرف شو سويته بس المهم انا حليت. فاشكر جميع اللي كانوا يقولون انت ما دبرت شيء فانا دبرتها وانا ما ادري شلون. انا نقل الرسالة مالته تذكرت من عين مركز غرب حتى انا نسعى ساعة رئيس الزومبي سن تايرنت الخارق اللي عقني اسمه تايرنت. داست الأمور بشكل اوكي. انا اعذر يعني انا اسف لانه ما صدقت حكيك. شوف يعني طلع الحكي مالته حقيقي واحنا ما صدقناه. الحكي انت اللي هذا وهذا اللي كنا نريده بس المشكله عندنا شلب. شلاب ينتظروني هسه حاليا. هسه حاليا احنا على الجد. هذا دار المخابير حاضر مخدرات مخابير في كل مكان المخابير يهاجمون. اوه ولو قلبي ترى بيك خلو من الكلب بيك لك اخوي تسوي بيه. هاي السجن فيها ليش ما اريد حتى السجن ما اريد خلو السجن ما اريد والله حتى السجن ما اريد. شو تريد يا ولد شو تريد؟ وانا قلت لك اخوي ايش تسوي بيا؟ بعد تجو كفر تدعميني انا هنا This is getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah. And this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. اوكي. شوف ليون صاروا عنده هناك شويه من الطابق السجن.
ربنا We might want to open the shutter. ليش صبري؟ بفكر اروح اخذ الهذا سكينة واحدة منهم قاعد يلا معلق السكينة مالتي بدها شنو بس يلا بقى شو اسوي؟ شدوا بعد يا ابني بعد خلي الناس ولا ودي نقعد اثنين اصلا المهم ما راح اشغل سؤال اتفقنا مو عندك السيارة حتى السيارة اللي كنا توقعها هي طلعت مو هي ما ادري يعني شنو الفيلم Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Trying to save the world? I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. هنشوف تعال وين رايح؟ Roads out. Going through that gun shop looks like the only way. أدري. أنا صنعت ليش بس شنو؟ ما يخلونه يطلع. طب طب الحين صار بس أنت بزنس. أكيد. What a mess. شيء يو حاليا زين هلو I'm not gonna hurt you I said don't move I'm just passing through I'm gonna ask you to lower that weapon. I kill you are. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. Uh-oh. I think your daughter needs help, sir. Tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? It's my fucking daughter. Ada, just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Yeah, Daddy's here. Right. Okay. Those fucking things outside. They did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? لك اليوم أول يوم اللي أنت لا ظلت تسولف سوالف من يمك تو متعين حظ مسخر خلاص هذا هو حظ صرت تعينه هيك. مامي. أمك ماتت. عضت. You to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. وعن عابرين غير تطلعت إنه من نص ما أدري شو تريد. مش روح ولا هو متخصصية. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here, and stop whoever's behind it. Helping people like them,
That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. نسبات عالية يعني بين. ايش هسه وين الطريق؟ شنو الطريق؟ وين نروح؟ اكل عدس ولا اقل. ابو كيف؟ They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Okay, ماكو شي خلنا نكمل العادي من هنا. فتحت الباب حتى ما انتظرتني تشل. تشل انتظري تشل تشل بصيحي. هاي الوردة اريد انا اخلطها بال الحمراء بدون فائدة. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Annette? She. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee. Thanks. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. طيب قامت تركض ركض ما تقعد. Jesus! That an earthquake? I sure as hell hope so. تعال تعال. أمني. لا تخاف. لا والله خاف. بتنساه. أنا نزلع. تعال تعال عندنا مصيبة عندنا.